مساء الخير عليكم جميعا النهاردة معانا اول ميتافيرس على البيتكوين عملة بيتلاند زائد ان هم يستخدموا تقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروع والصور اللي احنا شايفينها دي نماذج هم عاملينها فواضح ان المشروع هيكون قوي ان شاء الله وهيكون فيه خمس اقسام رئيسية للإيكو سيستم او للمشروع بتاعهم عندنا الاساس هو البيت لاند ماب يعني هيكون في خرايط على الميتافيرس هل مثلا هنقدر نشتري اراضي على الميتافيرس او الكلام ده لسه مش عارفين بالظبط هيكون في ماركت بليس نقدر نشتري ونبيع منه عندنا بيت لاند داو زي ما احنا شايفين فوق هيكون في قسم للستيكنج فهو ده الجزء بتاع البيت داو عندنا بيت لاند بيلدر بس ده لسه كامينج سون وعندنا البيت لاند وورلد يعني تصوري للمشروع ده ان هيكون في عالم كبير وكل واحد يقدر يشتري حتة ارض وهيكون فيه خرايط واضح ان في شغل جامد بيحصل في المشروع وهيستخدموا بروتوكول اسمه بي ار سي 420 البروتوكول ده لما بحثت عنه لقيته ان هو مختص في الميتافيرس على شبكة البلوك تشين احنا طبعا عارفين ان عندنا البي ار 20 فهم كمان هيستخدموا بي ار 420 الشركات بتاعتهم عندنا مشروع سفارجا ده المشروع اللي لسه العقد بتاعه على الايثيريوم منزلش ده المشروع المختص بالان فدي حاجة مبشرة جدا زائد ان ليهم شركات طبعا مع ماجيك ايدن يونيسات وبعض الاسواق في مجال الاوردينالز والبي ار سي 20 التوتال سبلاي هيكون 10 مليار عملة واللي هيتباع في الاكتتاب نص الكمية 50% وفي 10% للستيكينج 10% للسيولة 10% ايردروب 15% للشركات وعندنا 5% للتيم والتيم عنده ست شهور إغلاق ثم بعد كده التوزيع على مدار سنة يعني زي موبي وزي أغلب عملات البي ار سي 20 دايما بيكون الفريق عنده إغلاق ست شهور والتوزيع سنة بالنسبة لسعر العملة الواحد إيثيريوم يجيب لك 41 مليون 600 ألف عملة فلما حسبتها طلع سعر العملة رخيص جدا أرخص من كل الاكتتابات اللي احنا شاركنا فيها السعر هيكون اربعة أصفار خمسة وخمسين تقدر تشتري في الاكتتاب ده عن طريق عملتين فقط إما عن طريق عملة ون كات على شبكة الإيثيريوم أو عملة بيكري على شبكة باينانس مفيش حد أدنى للشراء ولا كمية محددة لازم تكون معاك انت وليكن عايز تشتري ب دولار في الكتاب فانت هتشتري ب دولار عمله من العملتين بيك او وان كات وتدفع بيها اما اقصى حد للشراء عشرة ايثيريوم ودي كميه كبيره جدا لان الاكتتاب اللي فات كان الحد الاقصى اتنين ايثيريوم فقط الاكتتاب هيكون يوم الخميس 28 ديسمبر الساعه 8 الصبح بتوقيت جرينتش والاكتتاب هيكون على مرحلتين والاكتتاب هيكون على مرحلتين المرحلة الأولى اسمها ألفا واللي هيفوز بيها 500 شخص فقط وكل شخص من الأشخاص دي يقدر يحصل على 41 مليون 600 ألف عملة فقط يعني أقصى حاجة بالنسبة له واحد إيثريوم يبقى كده في 500 إيثريوم هيتباعوا في المرحلة الأولى يعني تقريبا 20 المية. يعني هيتبقى 30 في المية للمرحلة التانية المرحلة التانية مفتوحة لكل الناس واللي شارك في المرحلة الاولى يقدر يرجع يشارك في المرحلة التانية والنظام هنا مش نظام سرعة هو زي اكتتاب وان كات بالظبط كل الفلوس هتتاخد من كل الناس وفي الاخر يحسبوا الحسبة هيرجعوا لك جزء من اللي انت دفعته والباقي هيدوك بيه عملات يعني زي المرة اللي فاتت بالظبط برضو المرة اللي فاتت قالوا نص الكمية هتتوزع على الايثر والنص التاني على البيتكوين لكن بعد الاكتتاب وزعوا كل الكمية على شبكة الايثريوم فقط قالوا علشان نتفادى رسوم البيتكوين العالية وهكذا فمش عارفين المرة دي هيعملوا زي المرة اللي فاتت ولا ايه طيب بالنسبة للمرحلة الاولى ازاي تكون في الوايت ليست عن طريق ان احنا برضو هنعمل مهام زي اللي عملناها في وان ويكون نظام قرعة فانا لو لقيت اي روابط اي مهام جديدة هنشرها معاكم سواء هنا او على جروب التليجرام وده موقع الاكتتاب من على الشمال هنا هتضغط لانش باد لكن لسه المشروع منزلش يعني ممكن ينزل الاربع بالليل المهم يوم الخميس في الموعد هتلاقي الاكتتاب على الصفحة دي طبعا الاكتتاب ده انتهى خلاص بيتكوين كاتس ده اللي احنا شاركنا فيه المرة اللي فاتت اتمنى تكون استفدت واشوفك في فيديو اخر سلام